المسؤولية التقصيرية، دكتور تاج السر محمد حامد. عزيزي الدارس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه المحاضرة سنتناول أحكام المسؤولية التقصيرية في القانون الإنجليزي. في هذه الوحدة حنبحث موضوع المسؤولية التقصيرية في القانون الإنجليزي، ولعلها مناسبة أدعوك فيها إلى تقويم المقرر ومدى نجاحه في عرض المادة الدراسية المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية. المسؤولية التقصيرية في القانون الإنجليزي حتناول في القسم الأول الفعل الضار ونوعية المسؤولية الجنائية والتقصيرية وأهم عوارض المسؤولية في الفعل العمد. أما في القسم الثاني فنتحدث عن الإهمال وشروطه، وفي القسم الثالث سنتحدث عن تضرر مصلحة الغير وعلاقة السببية بين الإهمال والضرر. أولا الفعل الضار. عزيز الدارس، القانون الإنجليزي لم يبدأ بالتشريع، وإنما تطورت أحكام المسؤولية عن طريق الأحكام الصادرة من المحاكم. فكانت أحكام المسؤولية عبارة عن استجابة عملية لحاجات المجتمع في مراحل تطوره المختلفة، ولم تكن الأحكام تطبيقات لنظريات فقهية مدونة في هيئة قواعد تشريعية ملزمة للقضاء كالقانون الفرنسي. ومن ثم فإن مصدر القانون المدني الإنجليزي هو أحكام المحاكم الإنجليزية فيما عدا حالات قليلة رأى البرلمان ما يستدعي حسمها بالتشريع. أما نظرية الحكم والدولة في بريطانيا هي الديمقراطية الليبرالية، وأساسها هو تراضي المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات على مباشرة حكم أنفسهم بالطريقة التي تقررها أغلبيتهم، ومفهوم العدالة في بريطانيا متسق مع هذه النظرية. فهو لا يستند على نظريات فلسفية أو عقيدة دينية، وإنما يرجع إلى عرف المواطنين. ولذلك فالقانون المدني يسمى بالقانون العام. لذلك أيضا حصر الإنجليز التشريعات في أضيق نطاق حتى يتسنى للقضاء إصدار أحكامهم في الأمور المدنية، خاصة وفقا للأعراف المتغيرة بحسب حاجات المجتمع، دون انتظار تعديل القوانين عن طريق الإجراءات التشريعية البطيئة بطبيعتها. ولذلك سميت القواعد القانونية التي تقررها المحاكم دون تشريع بالقانون العام، ويستمد حجيته من السوابق القضائية حسب التسلسل الهرمي للمحاكم. أحكام المسؤولية التقصيرية جزء من هذا العرف الإنجليزي، وقد التزمت محاكم السودان بالسوابق الإنجليزية حتى 18/8/1984، تاريخ صدور قانون المعاملات المدنية لسنة 1984. إذا أضفنا سوابق قانون العرف الإنجليزي وتطبيقات المحاكم السودان تلك السوابق، يتضح أن مسائل المسؤولية التقصيرية قد عولجت على الوجه الآتي. عزيزي الدارس، في القانون الإنجليزي القديم كانت الدعاوى إما عقارية أو شخصية، وتشمل دعاوي المنقولات، وأما مختلطة يجمع بين النوعين ويسمى ماكسد، ولا تعتبر دعوة مرفوعة أمام محاكم الملك أو المحاكم الإقليمية إلا صدر من المحكمة أمر مختوم بخاتم الملك، كلف المدعي عليه إما بإجابة المدعي إلى طلبه أو بالمسؤول أمام المحكمة للرد على الدعوة. ولما كان لكل نوع من الدعاوى شكل محدد من أوامر التكليف، فقد كان من المحتم صياغة عريضة الدعوة بحيث تندرج الوقائع ضمن أحد تلك الأشكال، وإلا رفضت الدعوة شكلا. كانت أوامر التكليف المتاحة بالنسبة لدعوى التعويض عن المسؤولية التقصيرية هي تلك المختصة بدعوى التعدي المباشر أو التعدي غير المباشر، وإصلاح التعدي المباشر يشمل التعدي على أرض الغير أو أخذ منقولاته أو التعدي على شخصه دون وجه حق، كما يشمل الإكراه البدني واستعمال القوة الجنائية والحبس غير المشروع، وحينما يكون الضرر مباشرا دون توسط عامل آخر بين فعل المدعي عليه وبين الضرر الذي أصاب المدعي. المسؤولية الجنائية والمسؤولية التقصيرية. عزيزي الدارس، دعنا نستعرض فيما يلي نماذج الأفعال التي تشكل أساسا للمسؤولية الجنائية والتقصيرية. أولا الأفعال العمدية. مثال: إذا سقطت الشجرة فأصابت أحد المارة أو ممتلكات الغير في الطريق العام، فإن صاحب الشجرة مسؤول عن التعدي المباشر. أما اصطدم شخص أو حيوانه بالشجرة الساقطة وتضرر من ذلك، فإن صاحب الشجرة مسؤول عن التعدي غير مباشر. في عام 1975 ألغيت أوامر التكليف المختلفة الأشكال واستعيض عنها بأمر موحد الشكل صالح لجميع أنواع الدعوة، فلم يعد تصريح دعوى المسؤولية التقصيرية يحتاج إلى تصنيفها كتعدي المباشر وغير مباشر، بل قررت المحاكم الإنجليزية أن أساس المسؤولية التقصيرية هو الخطر
بمعنى تعمد الإضرار أو الإهمال الذي ترتب الإضرار عليه أو تحمل التبعة بصرف النظر عن كون الفعل الضار مباشرا أو غير مباشر. ثانيا تعمد الإضرار، غالب الأفعال التي تستوجب العقوبة الجنائية يكون قصد العدوان فيها واضحا كالاعتداء على النفس والجسم والإساءة والثباب والقذف وإشانة السمعة والاعتداء على الحرية الشخصية وإهانة العقيدة الدينية والاعتداء على حيز المنقول كالسرقة مثلا، ولكن لا تشترط نية العدوان ولا قصد إحداث الضرر بثبوت تعمد الإضرار، بل يكفي قصد خلق وضع ينتج عنه التعدي على مصلحة الغير. وإذا كان الفاعل مازحا أو عالما بأن التعدي على مصلحة الغير هو النتيجة الحتمية للفعل، كمن يلقي بقنبلة في حشد من الناس قصدا قتل شخص معين فيتسبب في موت غيرها، هذان مثالان للمسؤولية الجنائية والمسؤولية التقصيرية. أهم عوارض المسؤولية عن الفعل العمد، هنالك مجموعة من الأشياء يمكن تسميها عوارض المسؤولية عن الفعل العمد، منها الرضا، رضا المضرور بالفعل الضار صراحة أو ضمنا أو عرفا ينفي المسؤولية عن الضرر في حالة الأفعال العمدية سواء وقع الضرر على الشخص أو الممتلكات. لا خطأ فيما رضي به المضرور، فالفعل يعتبر إرهابا أو حبسا غير مشروع أو تبديدا أو إتلافا لمنقول أو تعديا على الغير بسبب عدم رضا المضرور بذلك الفعل. أما إذا رضي المضرور بالفعل فإن ذلك الرضا يكسب الفعل المشروعية وينفي عنه الخطأ طالما إن حصل الضرر فيما رضي المضرور بتحمله. أما إذا تجاوز الفعل نطاق الرضا فإن الفاعل مسؤول عن تجاوزه، كمسؤولية اللاعب الذي يتعمد إيذاء خصمه بتجاوز قواعد المباراة. والرضا الضمني يستشفع من السلوك كمن يمد ذراعه دلالة على قبوله بالتطعيم، ويفترض الرضا بما تعارف عليه الناس من تحمل التدافع والتزاحم العادي في الأماكن العامة. انتفى الرضا كما في حالة الصغير والمجنون والمعتو، وإذا كان المريض مفارقا لوعيه فلا بد من حصول الجراح على إذن وليه قبل إجراء الجراحة. فإذا كان انتظار الإذن يعرض حياة المريض للخطر فيعتبر إما راضيا ضمنيا أو أن حالة الضرورة تبرر استعجال الجراحة حفاظا على حياة المريض. كذلك ينتفي الرضا إذا كان الفعل على علم بغلط المضرور حول طبيعة الفعل الضار، كمن يدفع إلى الغير طعاما يعلم أنه مسموم فيأكله جاهلا بتلك الحقيقة. الرضا ينفي المسؤولية التقصيرية عن الفاعل وإن كان الفعل مخالفة جنائية، فإذا أصيب شخص بسبب اشتراكه في مشاجرة أو تم إجهاض حبلى بناء على طلبها فإن سبب الضرر هو ارتكاب المضرور جريمة، وليس من النظام مكافأته على مخالفة القانون عن طريق تعويضه عن الضرر الذي حل به بسبب ارتكابه جريمة عمدية. الدفاع المشروع أيضا من الحالات التي تنفي المسؤولية، فكل إنسان يحق له استعمال القوة الضرورية لدفع اعتداء حال أو منع الاعتداء الوشيك على شخصه أو حياته أو شخص الغير أو حياته إذا لم يجد وسيلة غير ذلك ولم يتجاوز فعله القدر الضروري لدفع العدوان، وقد اعتبر من قبيل التجاوز تسبيب الموت أو إطلاق كلاب الحراسة الشرسة لمجرد منع الدخول في الأرض. كما اعتبر تجاوزا إلقاء راكب من قطار يسير بسرعة 40 ميلا في الساعة لمجرد أنه كان يسافر بدون تذاكر. كما اعتبر التعقب الفوري للمنقولات المغصوبة أو المأخوذة عن طريق الخدعة دفاعا مشروعا عن الحيازة ليبرر استعمال القوة اللازمة لاستردادها، ولو بالدخول عنوة لتحطيم السياج أو كسر باب في أرض المغتصب أو المحتال أو الحائز عن علم بواقعة الغصب أو الاحتيال. ولكن حالة الدفاع عن الحيازة لا تبرر تسبيب الجراح، وتنتفي حالة الدفاع عن الحيازة إذا تراخى تعقب بحيث يعتبر أنه قد توقف أو إذا كان من يراد استرداد الحيازة منه قد حصل عليها بحسن نية في حالة عدم تسديد المشتري بالأقساط في حالة البيع الإيجاري، فلا يحق للبائع استعمال أي قدر من القوة لاسترداد بضاعته. وإذا نص العقد على حقه في دخول عقار المشتري لاسترداد البضاعة فإن ذلك الحق مقيد بشرط الدخول بطريقة معقولة وفي وقت معقول ودون استعمال القوة. من بين الأسباب أيضا الضرورة، في الشريعة الإسلامية الاضطرار لا يبطل حق الغير، أما في القانون الإنجليزي فالاضطرار يبطل حق الغير إذا كان الهدف من الفعل هو حماية مصلحة الجماعة من خطر وشيك مصدره الطبيعة
أو أي عنصر آخر لا علاقة له بالمضرور فلا يعتبر مسؤولا عن الضرر، من يدمر منزلا لإيقاف انتشار الحريق إلى المنازل الأخرى، أو من يبيد الملابس الملوثة بالميكروبات حفاظا على صحة الآخرين. أما إذا كان الهدف من الفعل حماية مصلحة خاصة فلا يجب التعويض إلا إذا نتج عن الفعل ضرر، أما مجرد التعدي دون وقوع ضرر فلا يجب التعويض، وذلك كالدخول في أرض الغير اضطرارا لاتقاء خطر محدق. وقد أبيح لصاحب سفينة داهمتها العاصفة أن يربطها في المرفا دون استئذان، ولكن حكم عليه بالتعويض عن الأضرار التي حلت بالمرفا نتيجة لذلك. حق التأديب: الحاجة إلى النظام تستدعي الاعتراف بحق البعض في السيطرة على الآخرين وإيقاع العقوبة الإيجازية عليهم بشرط حسن النية والاعتدال. مثلا في حالة الآباء ومن في حكمهم كالمعلمين وضباط القوات النظامية وربابنة السفن الذين لا تقتصر سلطاتهم على البحار فقط بل تشمل الركاب أيضا. الإهمال: ما هو معيار الإهمال؟ غالبا ما يكون الإهمال عبارة عن عدم التبصر أو عدم العناية الذي يؤدي إلى الجهل بالعواقب في الحالتين والمقدر على التبصر وقصد العناية والتحسب من العواقب تتفاوت بحسب اختلاف طبيعة الناس، إذ فيهم المغفل والناسي والأحمق والجاهل. وإذا نظرنا إلى الإهمال من حيث النتيجة وهي الإضرار بالآخرين تبين لنا أنه نوع من السلوك الذي لا يسمح به المجتمع وليس حالة ذهنية خاصة بالمدعي عليه في كل قضية على حدة. ولذلك فإن الفيصل هو نظرة المجتمع إلى السلوك المعين، فإذا كان يرى أن الإنسان العادي سيتنبأ بالعواقب ويحتاط لعدم الإضرار بالآخرين في ظروف معينة فالانحراف عن ذلك السلوك في تلك الظروف يعتبر إهمالا إذا تسبب السلوك في الضرر، وذلك بصرف النظر عن اعتقاد المدعى عليه بأنه قد تحوط الأمر. ترى جماعة من المجتمع أن السعي وراء تحقيق المصلحة لا يبرر تعويض الغير لأخطار غير عادية، فإن كانت الوقائع تشير إلى وجود خطر بين يؤدي إلى الاعتقاد المعقول باحتمال حدوث الضرر للغير بسبب ذلك الخطر، فإن من يحاول تحقيق مصالحه على الرغم من ذلك الخطر يتحتم عليه وقاية الآخرين من المخاطر غير العادية التي يتعرضون لها بسبب سلوك. ولذلك قررت المحاكم أن الإهمال هو السلوك القاصر عن المستوى الواجب الوقاية لوقاية الغير من ضرر الإخطار عندما تكون جسيمة بدرجة غير مقبولة إذا قورنت بالمصلحة المبتغى. عمل القانون أيا كان نوعه هو أن يجد موازنة بين النقطتين متعارضتين. ففي قضية مجلس بلدية الخرطوم ضد ميشيل قطران ذكرت المحاكم أن أي سلوك إنساني ينطوي على قدر ما من الخطر بالإضرار بالغير ومخاطر النشاط العادي مقبولة لأن الإضرار الناتجة عنها مألوفة، أما الغير يتحملها لتفاهتها أو أنه يأخذ حيطته لتجنبها، بيد أن المخاطر تصبح جسيمة إلى درجة غير مقبولة إذا رجحت على المصلحة المبتغاة من ورائها، ويتحدد مستوى السلوك بالموازنة بين جانبين أحدهما هو المصلحة المبتغاة وملائمة الوسيلة المتخذة، والثاني هو المصلحة المهددة بالخطر ودرجة احتمال الخطر ومقداره. فالاندفاع إلى قضيب السكة حديد أمام قطار متحرك يعتبر إهمالا إذا كان الغرض هو إنقاذ حقيبة ملابس، ولكن لا يعتبر كذلك إذا كان الغرض إنقاذ حياة طفل صغير. ما هو معيار السلوك المعقول؟ ومعيار السلوك في نظرية الإهمال هو معيار موضوعي قائم على افتراض المستوى الموحد من السلوك المثالي حيال الوقائع المتماثلة مع مراعاة مدى علم المدعي عليه بالخطر ومقدرته على التعامل معه والظروف المحيطة التي تحكم سلوكه. هذه العوامل حلت بالمحاكم إلى خلق شخصية وهمية تملك مهارات عادية وتتمتع بحكمة عادية وتسلك السلوك الذي تتطلبه القيم الاجتماعية السائدة، وقد جعلت المحاكم من هذا الشخص قدوة فيما يتعلق بالسلوك الواجب احتذاؤه في ظروف وقائع كل دعوة. هذه الشخصية الوهمية هي كناية عن إنسان العادي في المجتمع بما في ذلك الإنسان الذي تحكم سلوكه ظروف خاصة كزلعاها أو كبير السن أو المرأة أو الطفل،
إن أهم شيء في القضايا أمام المحكمة هو تحديد عبء الإثبات على من يقع. ليس من العسير تصور سلوك طفل عادي في سن معينة ومستوى معين من الذكاء والخبرة، أو سلوك امرأة عادية أو إنسان طاعن في السن أو معوق في مواجهة ظروف معينة، ولكن المجتمع لا يعترف بوجود ظروف تبرر استثناء سلوك المغفلين والحمقى وضعاف الذات، وإنما يوجب على أمثالهم الالتزام بقيم المجتمع المتمثل في سلوك الإنسان العادي. أما المجانين فإنهم غير مسؤولين لانعدام الإدراك عندهم. إن المفروض أن يعلم الإنسان العادي من المخاطر ما يعلمه الشخص البالغ ذو الحظ الأدنى من الذكاء، كخاصية الإحراق في النار وخاصية الإغراق في الماء وخطورة الأسلحة والمتفجرات واحتمال الانزلاق على السطح اللزج وطبائع الحيوانات الأليفة وغير ذلك مما يدخل في علم الكافة في مجتمعه. مثلا الذي يتعامل مع الآخرين بحكم مهنته فإن القانون يفرض فيه العلم بالمخاطر التي قد يتعرض لها الآخرون بسبب نشاطه، فيوجب عليه وقايتهم من عاقبة جهلهم بتلك المخاطر، كمخاطر جهاز التبريد في غرف فنادق ومخاطر البضاعة المصنوعة وأنابيب الغاز. كذلك يعتبر من إهمال مباشرة غير المؤهل لنشاط مهني يتطلب معرفة خاصة كمباشرة الطب لغير الطبيب، وأن يمتلك علما أو خبرة أو ذكاء يفوق مستوى الإنسان العادي يتعين عليه السلوك بذات المستوى الرفيع. فالسلوك الذي يعتبر إهمالا من الطبيب الأخصائي لا يعتبر إهمالا من طبيب عام. يمكن أن يتحدث مستوى سلوك الإنسان العادي عن طريق التشريع، فإذا قرر المشرع أن فعلا يجب إثباته أو الامتناع عنه في ظروف معينة، فإن مخالفة ذلك يعتبر إهمالا سواء وقعت من جانب المدعي أو المدعى عليه. السلوك المطلوب في المسؤولية التقصيرية هو السلوك المعقول، أي سلوك الرجل العادي، وهناك شرطان، هما أن يكون المضرور من فئة قصد التشريع وقايتها من ضرر معين، وأن يكون الضرر من النوع الذي هدف التشريع لحلول دون وقوعه كالوقوع في المزلقانات. غالبا ما تكون مثل هذه التشريعات ذات طبيعة جنائية، ولكن العقوبة لا تجب المسؤولية التقصيرية المترتبة على مخالفة التشريع. فإذا كان قانون المرور مثلا يمنع قيادة السيارة ليلا إلا إذا كانت مجهزة بأنوار معينة، فإن قيادة السيارة غير مجهزة بهذه بتلك الأنوار تعتبر مخالفة في حد ذاتها وترتب عليها عقوبة جنائية، بيد أنه إذا وقع الحادث بسبب عدم وجود تلك الأنوار فإن سائق السيارة يعتبر متسببا في الضرر بإهماله، لأن هدف المشرع من إيجاد الأنوار هو الوقاية من الحوادث. شروط ثبوت الإهمال. عزيزي الدارس، الإهمال وحده لا يكفي في إثبات المسؤولية، ولكن هناك 4 شروط يتعين توفرها لثبوت الإهمال، وهي وجود واجب قانوني لبذل العناية المعقولة، وقاية للغير من مخاطر لا يبرر لها، القصور عن مسؤولية العناية المطلوبة، وتضرر مصلحة الغير، وعلاقة السببية بين السلوك والضرر. من المطلوب في القانون الإنجليزي هو حدوث الضرر فقط، أما المطلوب في القانون السوداني وجود إهمال بغض النظر عن حدوث الضرر أم لا. أولا واجب بذل العناية، تلك العلاقة إن السلوك الواجب هو الاحتياط الذي يتخذه الإنسان العادي في الظروف المماثلة، وشرط قيام الواجب هو وجود العلاقة ما بين الفاعل والمضرور، تلك العلاقة التي تفرض على الفاعل وضع مصلحة المضرور في اعتباره بحيث لا تضر تلك المصلحة من سلوك، وحيث ما كان هناك احتمال معقول بتضرر مصلحة الغير بسبب فعل المدعى عليه أو امتناعه، فإنه يتعين عليه بذل عناية معقولة لوقاية من يمكن التنبؤ بتعرضه للضرر. ولكن هذا الواجب لا يشمل من هو خارج نطاق الاحتمال المعقول تعرضي للخطر. في الفقه الإسلامي إذا حدث خطأ وحصل ضرر يجب تعويض المضرور سواء كان من الفاعل أو من بيت المال، أما في الفقه الغربي فيتفق مع الفقه الإسلامي في التعويض، إلا أن التعويض هنا يكون من مال التأمين، أما مجرد الامتناع عن الفعل فإنه لا يعلو عدم التدخل في شؤون الآخرين. هذه واحدة من الاختلافات بين الفقهاء المسلمين وفقهاء الغرب. ما هو مستوى العناية المطلوبة؟ يختلف مستوى العناية المطلوب من حالة إلى أخرى، ولكن من ناحية عامة إذا التزم المدعى عليه السلوك المعتاد الذي
يلتزمه الآخرون في الظروف المشابهة، فذلك يدل على قيامه بواجب العناية المطلوبة، غير أن السلوك الذي اعتاد الآخرون لا يرقى دائما إلى مستوى العناية المطلوبة. فعبور الطريق في غير الموضع المخصص لعبور المشاة إهمال بين رغم اعتياد الناس على فعل ذلك. إن السلوك حيال الحادث المفاجئ لا يخضع لمعيار السلوك المعتاد، لأن الحادث المباغت لا يترك مجال للتفكير أو لاختيار البدائل، ومع ذلك فإن السلوك في مواجهة الحادث خاضع لمعيار المعقولية، كما لا يصلح الدفع بالحادث المفاجئ إذا كان إهمال المدعي عليه هو الذي أدى إلى الحادث. فمن يقود السيارة جانب الأيسر من الطريق عن إهمال منه لا يفيده الدفع بالحادث المفاجئ إذا صدم أحد المارة عندما عطف ناحية اليمين لتفادي الاصطدام بسيارة مسرعة من الاتجاه المعاكس. فهناك فئات من الناس ذات قابلية لإنشاء مخاطر غير معتادة بسبب سلوكها غير العادي نتيجة للقصور أو نتيجة الحالة العقلية أو الجسمية، كالأطفال والمجانين وذوي العاهات العقلية أو الجسمية، مما يستدعي اتخاذ احتياطات خاصة للحلول دون إضرارهم بأنفسهم أو بالآخرين، كمسؤولية مستشفى المجانين عن تحصين الشباك لضمان عدم قفز أحد المرضى من المبنى، وكواجب ولي القاصر في منعه من اللعب في طريق السيارات، ومثل ذلك واجب المسرفين على الأطفال أو حراس المساجين وما شابه ذلك. إن القيم أو الولي لا يعتبر مسؤولا عن الفعل الضار الذي يرتكبه من هو تحت ولايته، إنما يعتبر مسؤولا عن إهماله في ممارسة السيطرة الكفيلة بمنع من هو تحت ولايته من الإضرار بالآخرين، ولذلك فإنه يعتبر مهملا إلا إذا أثبت عدم علمه بميل من هو تحت ولايته إلى إحداث نوع الضرر المشكومين، كعلم الأب بميل طفله إلى عض الأطفال الآخرين، كما يتعين إثبات إمكان تدخل الولي لمنع الضرر كأخذ السلاح الناري من يد الطفل. ربما يتحمل المرء من واجب بذله العناية تجاه الآخرين إذا أثبت أن غيره هو المسؤول عن ذلك، لأنه في هذه الحالة يكون الواجب قد انتفى عنه بأن أصبح من مسؤولية غيره، أو بأنه بذل العناية المطلوبة منه باعتماده على ذلك الغير. ثالثا، القصور عن بذل العناية المطلوبة. على المضرور إثبات قصور المدعي عليه عن توفير المستوى المطلوب من العناية، ويمكن المدعي عليه نفي مسؤوليته عن الضرر بإثبات انفراد المضرور بالمسؤولية، أو أن يخفف من مقدار مسؤوليته بإثبات مساهمة المضرور في الإضرار بنفسه، وحيث أن رجحان البينة كان في للإثبات في الدعاوى المدنية، فربما أمكن للمضرور الاستغناء عن إثبات الوقائع الدالة على الإهمال واستعاض عن ذلك بإرادة القرائن التي ترجح وجود الإهمال في نظر الإنسان العادي. فإذا وقع أمر لا يتصور وقوعه عادة إلا إذا كان المدعي عليه مهملا، اعتبر ذلك ما لم يقدم من البينات ما ينفي ذلك الاستنتاج. طبيعة الحادث. يمكن استنتاج الإهمال عن طريق النظر إلى السبب الذي أدى إلى وقوع الحادث، كسقوط أشياء من على الشباك على المارة، أو انهيار البناء، أو تسرب الغاز أو المياه أو الكهرباء، أو خروج قاطرة من القضبان، أو اصطدام سيارة بشيء ثابت، أو سقوط طائرة، أو فساد طعام. أولا، مسؤولية المدعي عليه. لا تفترض مسؤولية المدعي عليه عن الإهمال إذا اشترك غيره في السيطرة على الظروف التي أدت إلى وقوع الحادث، بحيث يمكن إسناد الإهمال إلى ذلك الغير، كما في حالة تسرب المياه من مواسير لا تنفرد الشركة بالسيطرة عليها، اللي هو فعل الغير. إن السيطرة على الظروف التي أدت إلى الحادث تعني حق الإشراف وإمكان مباشرته، بحيث يصلح ترجيح الاحتمال بأن الإهمال في الإشراف هو السبب في الحادث، كوجود صاحب السيارة أثناء قيادتها بواسطة غيره، كمسؤولية صاحب المصنع عن عيب البضاعة المصنوعة. أيضا، عدم مسؤولية المدعي. لا يصح افتراض مسؤولية المدعي عليه مع وجود احتمال بأن المدعي هو المسؤول عن الحادث، فإذا انفجر مرجل القاطرة أثناء تشغيله بواسطة المهندس المدعي، فإن احتمال إهمال المهندس لا يقل عن احتمال إهمال الشركة صاحبة القاطرة، ولذلك يتعين عليه تقديم البينة التي تنفي احتمال إهماله، بحيث
لا يبقى غير احتمال إهمال الشركة. تضرر مصلحة الغير. في الماضي كانت المحاكم الإنجليزية تحكم بالتعويض عن أي ضرر ارتبط بالإهمال ارتباط النتيجة بالسبب، بحيث يمكن الإنسان العادي أن يتصور أن الضرر لم يكن ليحدث لولا الإهمال. وهكذا حملت المحاكم الشخص المهمل المسؤولية عن أي ضرر ترتب على إهماله بطريق مباشر، وذلك ترجيحا للمصلحة من يصادف مصاب بالضرر من دون ترتيب. عزيزي الدارس، كانت هذه هي المسؤولية التقصيرية في القانون الإنجليزي، وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة مقرر المسؤولية التقصيرية في هذا العام، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المسؤولية التقصيرية، دكتور تاجسر محمد حامد.